مرت عمي كمان بتحبها لهي الشوربة. ايه بس بدها شغل كتير ما؟ دخيلك تعودت. ليش ما رحت اليوم؟ بالحقيقة كان لازم روح، معلمي عم بيعلمني منيح، بس قلت إذا بتركه اليوم لحاله بيكون أحسن يعني. كانت خالتي قدرية تقلنا إنه المرأة بتحب جراحة، بعدين كانت تقول تعرفوا كيف الذئب بيصطاد؟ الذئب بيدخل بالقطيع وبيحط عينه على الخروف وبيضربه بمخلبه شوي، بيجرحه جرح بسيط وبعدين بدير ظهره وبيروح، والخروف بينصدم وبصير يركض بسرعة ما ركض من قبل ورا هالذئب. الذئب بيعمل هالشي قصدا لأنه بيعرف إنه الخروف رح يلحقه، والذئب يلي بيعمل هيك بيخلص من الراعي ومن كلب الراعي كمان وبيسحب الخروف لبيته. وقالت الحب بيشبه هالشي، بتروحي ورا يلي بيجرحك، دائما هيك بتعملي. بروح يا قاسم. حبيبي تعش الحك الجاكيت. أنا بشلحه. يا ريت كان البابا هون، هو كان شلحني. تعا حبيبي أنا كمان بشلحك يا تعا. عم قلك ما بدي، أنا بدي أبي هو ياخدني على المدرسة، وبدي هو يلي يفيقني. معلش تضمني، لأنه بابا كان كل يوم الصبح يفيقني ويضمني. حبيبي بابا ما عاد موجود، هو راح. بعرف انه راح، بس راح بسببك انتي، انتي اللي قتلتي. انا ما بدي اياكي. جواد حبيبي شو هالحكي؟ عايدة هي هيك قالت، انتي قتلتي بسببك انتي راح. انا سمعت كل شي، انتي كنت تتخانقي مع ابي، كنت دائما اسمعك. طيب حبيبي اسمع انا شو بدي اقلك. أنا كنت كتير بحبه للبابا. أنا شفتك كيف عيطتي عليه. شوف نحن أحياناً منكون معصبين، يعني أنت هلأ معصب مني ما هيك؟ إيه معصب. وأنا وقتها كنت معصبة من أبوك، بس هالشي ما بيعني إنه أنا كنت بدي إياه يروح ويتركنا لحالنا. يعني نحن ممكن نتخانق أو حتى نفترق، بس هو بالنهاية بيضل أبوكن. هلأ أنت معصب مني، بدك يعني روح شي؟ أو مثلاً بدك ما عاد تشوفني أبداً؟ ماما أنا مشتاق لبابا. وأنا كمان مشتاقت له، وبتمنى لو هو يرجع. بس أنتي ما بتحكي، أنتي مو مبينة زعلانة. الحق معك يا جواد، ما بحكي، مالي قدراني أحكي لأنه كتير مشتاقت له. عن جد أمي؟ إيه طبعاً عن جد، بس كمان بعرف إنه ما بقدر رجعه. أنا ما نسيته أبداً، وإنت ما نسيته، وإخواتك ما نسيوه كمان، بس نحن لازم نستمر بحياتنا. إنت برأيك بابا بده ياكن تعدوا هون وتزعلوا، ولا بده تروحوا على المدرسة وتكفوا حياتكن؟ بده منا نروح على المدرسة. طبعاً حبيبي نحن مجبورين إنه نكمل حياتنا، يعني حتى لو ضحكنا أو لعبنا رح نبقى نشتاق لبابا دائما، وأخوك بلال بيشتاق له كمان. جواد لوين رايح؟
عايدة شو بدك؟ ما عم صدق ليلتي نزار، بلشنا حلوين وخلينا هيك ننتهي. أنا شو عملتي عايدة؟ الليلة بشو غلطت معك؟ معلش كون حبيبتك لعشر دقايق. تعجبني السرعة بالحب، بس انت شو بدك بالضبط؟ ما بدي منك غير خمس دقايق. انا شو هالحكي؟ حددي عشر دقايق ولا خمسة؟ فهم علي. هذا؟ ايه هاد حبيب. مين حضرتك؟ بعتقد حبيبة الجديد. انت اكيد القديم. شو يا خانو، انت بتبدلي اغراضك كتير بالعادة. شو عم تقولوا له؟ في قتلة ضمن العشر دقايق؟ نزار خلصنا. انت مهرج؟ بتمنى اصير مهرج، عم اشتغل على هذا الشيء. نزار اتركه خلصنا. شكرا لك. مايا، مايا شوفي شو عم يصير. احكيلي. عايدة تركته لنزار، عم تقول في واحد تاني. ماشي طيب، وانتي شبك؟ ليش كل هالقد زعلانة؟ عائشة مانا أختي مثل ما مفكرين، هي بنتي. شوف بلال، هذا اللي سمعته خطير وما بصير ينحكى، بس نيبال كان إلى ظرف. ألو نعم بلال، عائشة معك؟ لا مانا معي. كان لازم من زمان توصل، رح تعمل يلي قالت عليه. شو قالت؟ لو تعرف، بدها تلاقي شغل وبدها تسكن بالسكن الجامعي. ماشي ماشي، لا تقلقي، أنا بلاقيها وبجيبها. بترجاك يا بلال، أنت أملي الوحيد، لاقيها لعائشة. عدنان طمني، انت حكيت مع فرات؟ ايه حكيت. شو قالك؟ قال بده يحكي لفتون كل شيء. لك انت شو عم تحكي؟ نحن شو بدنا نعمل؟ روحي احكي معه نارين، ما عم يقتنع. أنا جبت لك الأكل، يلا أمي. لا يا ملك، أنا بدي أقعد على السفرة، نحن كلنا سوا بدنا نقعد وناكل على السفرة، حتى لو كان عم يطلع مني آخر نفس. أمي
وأخيرا أنا بدي أحمل ابني، هيك قال لي الدكتور. ملك ساعديني بدي ألبس. مايا يلا انتي اطلعي، نحن بعد شوي منلحقك. شو صاير عايدة؟ عن شو عم تحكي؟ انتي انفصلتي عن نزار؟ ايه انفصلت. مايا مو على بعضها وانتي شاردة، في شي انتو ما عم تحكوا لي اياه؟ لا ابدا، يعني لو في شي كنت حكيت لك. القصة في بداية ونهاية. فيني أسألك سؤال لو سمحتي؟ تفضل. شو بتريد؟ ما فضينا نحكي أنا وياك، شو عم تعمل؟ أنا ضبيت كل شي فتون وجهزت كل أغراضي، أنا بكرة رايح على اسطنبول، عندي كم ورقة رسمية بدي طالعن وبعدين بروح. يلا موفق. أنا بعد شوي جاي على القصر، اليوم ما قدرت أحكي مع خالتي، لازم شوفها. طيب ماشي، بس تجي منحكي إذا هيك. ماشي بشوفك. استني يا فتون، أكيد رح أجمعك مع ابنك. إجت لعندي أنستيك. إيه بس أنا ماني عاملة شي. وهي لهيك إجت اليوم، لأنك مانك عاملة شي، وقالت إنك كتير ذكية. شو بو هاد؟ متخانق هو وعايدة، أنا ما عم أفهمهم أبدا. من ضب واحد بفلت التاني. كيف؟ ما في شي، كملي أكلك. عائشة! 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 لك شو مين هذا؟ والله عائشة! عم بينادي لوحدة اسمها عائشة. تعي شوفي، بتعرفي لها هذا الشيء؟ شو هذا المجنون؟ بلال! لك والله عيب عليك. أنت شو عم تعمل هون؟ عائشة انزلي بدي أحكي معك. روح من هون فوراً. اي والله شاب حلو كتير يعني. روح من هون فوراً أحسن ما أطلب لك الشرطة. اي طلبهم، شو عم تستنى؟ انقلع من هون، أنا مالي ناقصة. هلا عنا يا. روح من هون بلال. عائشة انزلي لتحت عم قلك. ماني نازلة. عائشة انزلي لتحت ولا تعصبيني. أنت ما عم تفهم، قلت لك ما بدي. ما رح تجي يعني؟ ماني جاية. طيب أنا جاي. ما فيك تفوت لهون، أنا طلبت الشرطة. بعيد عن طريقي. إجا والله. تعالي معي. ما رح أجي، أنت شو عم تعمل يعني؟ تعالي. بلال تركني، تركني. شفتي شو جريء؟ امشي. بلال تركني خلاص. ولا كلمة. أمي ليش ما فطرتي بغرفتك؟ لو بدي موت رح أقعد على السفرة. انتو ما بتعرفوا قديش هالشغلة قيمتها كبيرة. انا عم بحكي كرمالك، لا تعصبي امي. شو وين الاولاد؟ قالوا انهم ما ننجوعانين، يمكن اكلوا برا وجواد نام من شوي. عاصم وبلال وينن؟ عاصم بس يرجع من المشفى بينام كتير. وبلال؟ هو هلأ بعنتاب شوي وبيجي. وتسنيم؟ تسنيم بغرفتها.
المسكينة ما بدها تاكل. يا أخي الله يخليك، بدي أشوفه شوي بس ما رح طول. ما بقدر. وينه الضابط؟ اتصل فيه وشوف كيف رح يوافق. ها؟ ألو. نعم سيدي، اجت الست سنين بدها تشوف قاسم وما عم بتروح. ألو حضرة الضابط لؤي، يعني هالزلمة انقذ حياتنا كذا مرة وما قدرنا نتشكره حتى، وبعدين يمكن هو بشي يوم يكون ساعدك، مو هيك؟ ماشي بس ما تطولي. معك سيدي. اتركوه تشوفه بس مو أكتر من 5 دقايق. أمرك سيدي. حسان. موريا سيدي. بكرة منحكي بخصوص هالتليفون تبعك. ماشي سيدي بتأمر. خربتي بيتي يا أختي. محمد. نعم. الخانم بدها تشوف قاسم. لا تبحلقي وتطلعي فيي هيك. انت حكيتي لفرات مو هيك؟ فهميني ليش هيك عملتي. شو قصدك بهالحكي؟ فرات كمان بيعرف؟ بس أنا ما قلت لحدا شي. ما في حدا غيرك يا بنت. أنا ما قلت له فهم، وإذا أنا هلأ ساكت كرمال أمي وبس، وإلا أنا ما بعمل شي كرمالك وإنت بتعرف. إذا هيك من وين عرف هذا لكان؟ تسنيم إجيتي حفيانة؟ إيه إجيت حفيانة. خدي، تقدري تاكلي قد ما بدك، أنا ما بحب النحاف. بعرف. مساء الخير يا جماعة. أهلا وسهلا فرات. أهلا فيكي. أهلا يا ابني، تفضل عود كل. شكرا خالتي، مالي جوعان. أختي إجا بالنهار وأنا ما دخلته لعندك. ابني عود. شكرا إليك خالتي، خوفتينا اليوم. إيه ما عدنا شباب، أنا دفنت مراد وهو مانو بعيد عني كتير، كل شوي بيسأل عني. أمي شو هالحكي؟ خالتي معلش نحكي شوي لحالنا. خير إن شاء الله. شوفي لحتى أول مرت عمي من على الأكل. أكيد عنده شي مهم بده يحكي. أكيد. عود يا ابني، فتون حكت لي عن صدف، فرحت لك كتير ابني. الحمد لله رجعت لي بنتي. خالتي
ما صار الوقت لتجتمع فتون هي وابنها؟ وهيك مرادي بيرتاح بقبره. كل المشاكل يلي اجت فوق راسنا من ورا هي القصة. الحق معك يا ابني، حلا بقى. أنا بكرة رايح على اسطنبول، بس قبل ما أروح أنا بدي جيب فتون وبلال وقلن الحقيقة ونخلص بقى. أنا بجوز ابقى عند بنتي يا خالتي، يمكن ما عاد أرجع لهون. بدي أترك الورشة لفتون، بعتقد رح تشتغل فيها منيح. بس قبل ما أروح اسمحي لي إنهي هالشغلة يا خالتي. أنت بالنسبة لي أمي، سامحيني على كل شيء. مسامحتك يا ابني. عايدة، كيف بهالبساطة بتقولي انتهت الشغلة؟ انتهت مايا، مثل ما بلشت انتهت. ليش مكبرة الموضوع كل هالقد؟ انتي ليش هيك عم تعملي؟ شو عم تعمل انت؟ لك شو عم تعمل؟ شو عم تعمل؟ انت جنيت؟ ليش عملت هيك؟ عائشة انت رح تضلي هون، فهمتي شو عم قلك؟ ما عم صدق انك هيك عم تعمل. صدقتي او ما صدقتي بدك تضلك هون وانتهى الحكي. انت مجنون. الحق معها عايدة تقلك عدنان الصغير، طلعت البنت ما عم تظلمك. ايه انا هيك وبدك تبقي هون وانتهى. ابني بلال شو عم بيصير؟ شو بدك تعمل؟ شو بدك تعمل؟ كيف بدك تخليني هون؟ مو انا يلي بدي خليكي هون، هديك. آه طبعاً، عمك رابطها لأختي وأنت بتربطني، ما هيك؟ شايفة يا أختي شو رأيك؟ على الفاضي عم بدرس محامية، رح نتشارك بالقدر سوا أنا وياكي، كل شي عم بعمله على الفاضي. بلال شو معناته هالحكي؟ شو عم يصير؟ ما حدا يتدخل، ما حدا. اليوم قدرت تمسكني، وبكرة شو؟ عائشة هالمكان إلك، مكانك هون. يعني جنب أختك أنت ما بصير تتركيها هيك وتروحي. أنت بعدتي ما هيك؟ قلتي له روح جيب عائشة. طبعاً أنت ما إلك عين تجي. كتير منيح بلال، عملت منيح كتير، وهيك أنا شفت الوش الحقيقي لألك. بس كلكم لازم تعرفوا شغلة، أنا اليوم هون بس بكرة مستحيل. طولي بالك حبيبتي، طولي بالك. يا خانم خلص وقتك من زمان، معلش اطلعي بسرعة. صار لازم روح لأنه أنا تأخرت كتير. أنت بدك تروحي هيك حفيانة؟ إيه خلص دائما هيك. Thank you.
فرات! شو في عدنان؟ لا تقلي انك جاي تقنعني مشان ما احكي. من وين عرفت؟ هيك امور ما بتتخبى عدنان، يعني الحقيقة ما بتتخبى. انت ما بتقدر ابدا تثبت شيء. مو بس فيني اثبت، انا معي رسالة بخط ايد مراد وتوقيعه كمان. وخلص موضوع مراد وموضوع بلا لازم ينتهوا. كنت مرتاح بالمعمل وهلا رح نام مرتاح، بس من بكرة انت ما رح تشوف الراحة يا عدنان. شو عم تقولوا؟ لا متوقع سمعتني عدنان، انا اخذت الاذن من خالتي والباقي رح تعرفه. لعمة، عن اي رسالة عم يحكي؟ طمني، حكيت مع فرات؟ أخذ الإذن من أمي، من الصبح بكير رح يجي ورح يحكي كل شي بالتفصيل. خالتي، انتي لأيمتى بدك تخبي يا بنتي؟ بكرة الكل بده يعرف كل شي يا نارين. ولك ولك يلعن هالحظ الملعون، امتى كتب لي هي الرسالة؟ العمى على هالقصة. ولك مراد، متت وما خلصنا منك لسه. يا ربي ليش هيك عم بيصير معي؟ عجبك يلي عملتيه؟ انت عم بتحرضي بلال علي ما هيك؟ اي نعم عجبني. انا ما عم صدق ابدا، عن جد انا عقلي ما عم يستوعب يلي عم تعمليه انت. عائشة اذا بدك صدقي، واذا بدك لا، اذا انت قبلتي واذا ما قبلتي انا بكون امك. اذا بدك انت تقلعيني من هالباب انا بكره رح ارجع الحقك، وقد ما بقدر وقد ما عندي قوه رح ضل وراكي وضل لحقتك يا عائشة. فهمي هالشي. ما بدي افهم، شو ما بدك تعملي اعملي انت، ما عاد تهميني. ان شاء الله شي يوم بتصيري ام وبتفهمي علي منيح. شو عم تحكي؟ كأنك عم تدعي علي. بحقيقة انت معك حق، انا مستحيل صير ام، لانه انا ماني غبية لحتى اجيب ولاد على هالدنيا اللي كلها كذب وغش وظلم. اسمعيني بس مرة واحدة بترجاك، تركيني، ما بدي اسمع منك ولا كلمة. هي اخر ليلة الي بهالقصر، بعد اليوم لو ربطوني بالسلاسل ما بقعد هون، عم تفهمي؟ حطي ببالك هالشي كتير منيح. يا اختي انتي روحي اعملي ام على ابنه لعدنان، روحي روحي. خليني ضمه شوي، بس شوي. خدو.
أوه، الحمد لله كنت عم بحلم. ما رح اسمح بهالشي، انا ما رح اسمح لشي يبعدني عن ابني. افتح التليفون بقى يا فرات. لك ليش انت هيك عم بتموتني يا اخي؟ افتح بقى التليفون. شوفي بنص هالليل عدنان. بالأول ضيفنا كاسة شاي. ليش اجيت عدنان؟ فرات، بلالك هالشغلة، صار اللي صار وانتهينا منها. وشو يلي صار؟ شوف، أنا بعرف إنك ما بتحبني لأني قاسي، وكمان أنت ما بتعجبني. هلا هذا ما هو موضوعنا. عذبت حالك واجيت، أكيد مو مشان تقلي إني أنا ما بعجبك. أنت قلتلي في رسالة وبيت ببالي. هيك بقلي هالبحصة من الأول. أنت بلال ما بيهمك بشي، بس أنت قلقان لأنك أنت يلي قتلت مراد، ما هيك؟ ماني فاضي هلأ، منحكي. شوف فرات، أنا قلت لك 100 مرة، ليش ما عم تفهم بالحكي؟ ها؟ مراد لما كان عم يموت ما كان بيقدر يقول عدنان السبب يلي أنا فيه؟ ما حكى لأنه ما في هيك شيء. بس الرسالة ما عم تقول هيك. ورجيني هالرسالة. بكرة بتشوفها عند الضابط لؤي. يلا قوم فرقنا. الله معك. لنفرض كلامك مزبوط، شو بده يصير؟ بدك يعني انسجن؟ ها؟ بس هيك مو لحالي رح اتعاقب. شو بده يصير بأمي؟ المرأة عايشة آخر أيامها، بدك تقتلها بهيك خبر؟ لا، أنا ما عم قز خالتي قبل ما تقتلك. مو كانت رح تقتلك لما قتلت مراد؟ أصلاً يلي صار لسنين متحملة واحد مثلك، تتحمل هيك شغلة ما تخاف. هذا آخر كلام؟ إيه، هذا آخر كلام. الله معك. فرات، واضح إنه عقلك ما عم يشتغل. أنت روح لعند بنتك وخلي الكل عايش مثل ما بده. اسمع مني عدنان، الله معك. ايه رح امشي. شوفي عدنان، خلينا نحكي سوا وبعدين احكي يلي بدك اياه. ايش بقي شي نحكي يا عدنان؟ انت شو بدك مني؟ بجوز انا يكون عندي شي بدي احكيه، مثلا شغلات انت ما بتعرفها. تعال على التبلاي، انا رح اكون هنيك. انا ما بهرب مثلك عدنان، رح اجي. خير يا عايدة؟ ليش عم تتمكياجي؟
شو قصدك؟ عايدة مو علي هالحركات، أنا فهمانة عليكي، عم تعملي هيك مشان تورجينا إنه كذبتك مظبوطة وعندك حبيب، بس كله عالفاضي. شو هالحكي؟ وليش أنا حتى أعمل هيك يعني؟ القصة إنه أنا حبيت غير شكل وبكل شي كمان. صباح الخير يا بنات. صباح النور ماما. ها من قبل كنتي بالزور تمشطي شعراتك وانتي رايحة على المدرسة، شو قصتك اليوم؟ في أمي. يلا روحي على الصالون بلا ما يستنونا. عايدة أنا ما حبيت أحكي شيء قدام مايا، ما في شيء حابة تحكي معي؟ لا تفكري إذا ما عم بحكي إني مالي حاسة فيكي. أمي ما في شيء حتى أحكي، وبعدين ليش مكبرين القصة؟ ما عم أفهم، كلها شقفة علاقة، يعني ما كنا رح نتزوج وتركنا يا. مرت عمي ليش قمتي؟ كنت ارتاحي لك شوي، حضرت لك صينية أكل تحت. أمينة على أساس ما بتعرفي، لسه مبارح قلت لو كان آخر نفس إلي أنا بدي أقعد على السفرة، ما سمعتي؟ لا تحكي هيك، الله لا يقدر، الله يخليكي فوق راسنا. عم تتوجعي شي مرت عمي؟ لا بنتي لا، ما تقلقي، شوية وجع بسيط إجا شوي وراح، لا تقولي لحدا أنا منيحة. أنا مالي شايفة حدا قاعد على الطاولة، شو وينه لهلأ؟ صباح الخير. صباح الخير مرت عمي. صباح الخير أمينة. كيف صرتي مرت عمي؟ مبينة منيحة ما شاء الله عليكي. تسنيم لا توقفي هيك بنتي، يا أما قعدي يا أما ساعدي أمينة. ها؟ أنا بدي أحكي بشغلة. شو بدك؟ شو بده يصير بهداك الزلمة؟ عدنان قال لك شي؟ تسنيم انت عم تحكي عن مين؟ انا ما عم افهم. لك هاد قاسم شو بده يصير فيه يعني؟ هو انقذ حياتي وانقذ حياة الاغا كمان لما حاول اخي يقتله ومسكوه للشب وحطوه بالسجن، يعني هو عمل كل هالشي من شان ينقذنا. ايه بس هو ما اله ذنب. ما بعرف بنتي، نحن ما رح نتركه طبعا، كل ما وقعنا بمصيبة منلاقي هالشب واقف معنا. المسكين ما ترك لحظة لنبال لما هي كانت بالمشفى، يعني إمتى ما كان عدنان يوقع بمصيبة الولد كان يحسب مصيبته. إيه صحيح، وهذا اللي عم أحكي أنا، يعني ما إله ذنب، وهلأ بسببنا هو بالسجن وما دخله، هو بريء مرت عمي. تسنيم روحي شوفي إذا فكرية فائت، وإذا فائت خليها تجي على الأكل. يلا بنتي. حاضر مرت عمي. لسان اختك ما فات لحلقة للصبح يا خانم، وجعت لي راسي، يا ريت تقعديها معك.